مرحبا، أنا الطالبة هيا عوكر، سنة تانية معلوماتية. طبعا بسبب الظروف اللي عامر في العالم كله توقفت العملية التدريسية حفاظا على سلامتنا، وحتى نتخطى هذا الوضع بأقل خسائر ممكنة بدون ما يأثر على دراستنا ومستقبلنا، عم تتابع جامعتنا العملية التدريسية أونلاين، وعم تحاول بكل طاقتها توصلنا المعلومات بطريقة مفيدة ومفهومة وواضحة. طبعا نحن كطلاب حسينا هذا الشيء جديد علينا واستغربنا، بس نحن واجبنا بهاي الفترة إنه نتفهم هذا الوضع بوعي ونتابع مع دكاترتنا يوم بيوم بدون أي تقصير. بحب أشكر دكاترتنا على المجهود اللي عم بيقدمونا إياه وعلى التعب اللي عم بيتعبوه معنا. بتمنى من الكل نلتزم بقرارات منظمة الصحة عشان سلامتنا وسلامة غيرنا. AIU stay safe.